موجز باخر تطورات الاوضاع في السودان من قناه تن. اهلا بكم اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد ال رئيس دوله الامارات العربيه المتحده وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان رئيس السيسي ونظيره الاماراتي بحثا الجهود الحثيثه للبلدين لتهدئه الاوضاع في السودان الشقيق ووقف التصعيد والعوده للحوار واستعاده المسار السياسي في ضوء دعم مصر والامارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الامن والاستقرار والتنميه في البلاد اعلن المتحدث باسم القوات المسلحه انه في ضوء الاحداث الجاريه بالاراضي السودانيه وفي اطار جهود القوات المسلحه المصريه والتعاون الوثيق بين كافه الاجهزه الامنيه في البلدين للعوده الامنه للقوات المصريه المشتركه في التدريب المشترك مع القوات السودانيه، تم امس الاربعاء اتخاذ كافه اجراءات التنسيق اللازمه مع السلطات السودانيه لهبوط ثلاث طائرات نقل عسكريه من القوات المسلحة المصرية في إحدى المطارات بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر ثلاث رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة وأضاف المتحدث أنه في صباح اليوم الخميس وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول السودانية الصديقه والشقيقه واللجنه الدوليه للصليب الاحمر بالسودان تم تامين وصول باقي عناصر القوات المسلحه المصريه لمقر السفاره المصريه بالخرطوم تمهيدا لاجراءات اخلائهم من الاراضي السودانيه فور استقرار الاوضاع وتوفر الظروف الامنيه المناسبه لعودتهم لارض الوطن. واكد المتحدث صحه وسلامه كافه العناصر المصريه التي وصلت الى ارض الوطن وكذلك المتواجده بمكتب الدفاع بالسفاره المصريه بالخرطوم أعلنت وزارة الخارجية نجاح الجهود التي قامت بها مصر بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات لتأمين سلامة باقي الجنود المصريين المتواجدين في السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى السفارة المصرية في الخرطوم، حيث عبر البلدان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين، وفي بيانها أكدت الخارجية التزام مصر و والامارات بمواصله جهودهما الراميه الى وقف الاقتتال وحمايه المدنيين والمنشات المدنيه مشددتان على اهميه تكثيف الجهود الهادفه للعوده للاطار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدما في المرحله الانتقاليه وصولا الى الاستقرار السياسي والامني المنشود في السودان. شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة تكامل الجهود وحث الأطراف السودانية على الوصول لوقف مستدام لإطلاق النار حفاظا على أرواح وممتلكات الشعب السوداني الشقيق وخلال اتصال مع نظيره الهندي سوبرمانيان جيشانكار استعرض الجهود التي تقوم بها مصر من خلال اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى وقف القتال من جهته الثمن الوزير الهندي جهود الوساطه التي تتطلع بها مصر من اجل وقف اطلاق النار في السودان مشيرا الى قلق بلاده البالغ من تداعيات المواجهات العسكريه الجاريه وتاثيرها على المدنيين من ابناء الشعب السوداني والرعايا الاجانب المتواجدين هناك وماربا عن تطلع الهند للتنسيق مع مصر من اجل المساهمه في توفير الحمايه لرعايا الهند المتواجدين في السودان أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج ستبحث الأعداد الدقيقة للطلاب الدارسين في السودان وأماكن تواجدهم وتقييم مدى الخطورة التي يتعرضون لها حالياً وفقاً للمستجدات وخلال ترأسها اجتماعاً للجنة أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسه امكانيه وضع خطه اخلاء عاجله وفقا للموقف والمستجدات بصوره موضوعيه وسريعه أفاد شهود عيان باندلاع اشتباكات عنيفة بأنواع مختلفة من الأسلحة بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع جنوب مدينة أم درمان ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ دارت اشتباكات بمنطقة المهندسين وحي النخيل في الاتجاه الجنوبي ذاته من أم درمان كما اندلعت معارك شديدة حول معسكر لميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر غربية السودان كما دوت انفجارات قوية في الخرطوم بحري قبالة القصر الجمهورية يأتي هذا في حين سيطرت القوات المسلحة على قاعدة الشفرليت في الحدود الشمالية الغربية، وبحسب الحصيلة الصادرة عن نقابة الأطباء السودانية، فقد بلغ عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات 198 قتيلاً وأكثر من 100 من 1200 مصاب. حثت منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان على وقف القتال للسماح للمصابين بالحصول على رعاية طبية عند الحاجة وفتح ممر انساني للعاملين في مجال الصحة والمسعفين مؤكدة خروج 15 مستشفى من الخدمة في الخرطوم وجددت المنظمة التزامها بمواصلة العمل في السودان شرط عدم وجود معوقات او مخاطر على موظفيها متعهدة بارسال المزيد زيدي من التجهيزات الطبية الى السودان بمجرد ان يسمح الوضع بذلك ختام الموجز الى اللقاء